ولكن للأسف الرجل إلى حد اليوم لم يستثمر في مشروع صغير واحد في أي جهة من تراب الجمهورية. هذا الكل أجمل تشوفه. وهذه المشاريع هي مشاريع وهمية لغاية الغاية منها الدعاية السياسية الرخيصة وإيهام الناس بمشاريع يعلم مسبقا عدم تنفيذها، وإنما غايته الحقيقية لذلك هي كسب أصوات الناخبين لا غير. ودليل ذلك أنه لم ينجز كما قلت أي مشروع إلى حد الآن ولو كان بسيطا. العنوان الثالث، دخول الحزب دائرة المحظور. هوني يمكن أجدي أن السبب الرئيسي للاستقالة هو تحول الحزب إلى لجنة مضيقة من وراء ظهر الهيكل لابتزازي أصحاب المال بتسوية ملفاتهم بمقابل والاستيلاء على المال العام، مما حول الحزب إلى لجنة فساد وإفساد وتحمل مسؤولية ذلك. تتكون من وزير أملاك الدولة السيد حاتم العشي الذي كان قاضيا ثم قدم استقالته لكي لا يخرج من الحكومة تحت طلب سليم الرياحي، ثم بعد ذلك تحمل المسؤولية وكان رافضا لأي مسؤولية تحجير القانون الذي يمنعه من ذلك باعتباره مكلفا عاما بنزاعات الدولة، ووظيفه يضاهي وظيف وكيل الجمهورية أو وكيل الدولة العام الذي يكون بمنأى عن الأحزاب السياسية باعتباره يمثل الدولة ويحفظ مصالحها. وأسأل هنا، هل لسليم الرياحي أن يبرر حضور المكلف العام لنزاعات الدولة لاجتماعات المكتب السياسي وهذا موثق بالصوت والصورة؟ ثم سؤال آخر، حبيش أكثر من أسئلة كثيرة هي لكن تم أسئلة واضحة، وهل من إجابة عن تفاصيل تسوية ملف السيد سليم شيبوب؟ هل من تفاصيل؟ هل من توضيح؟ هذا مطلوب، ممكن عرجوا عليه في إحدى البرامج بحضور السيد وزير أملاك الدولة، ولكن نحن نطلب الوضوح والشفافية. مرحبا بالمصالحة الاقتصادية وقلنا احنا ما عندناش مشكلة معها، أما تكون في أطر شفافة وواضحة، ما تكونش في أطر مشبوهة والتفافية. عنوان آخر، لقاء سوسة ومحاولة توريط أعضاء الكتلة النيابية. بتاريخ 21 و22 مايو 2016 بنزل القصر بسوسة انعقد اجتماعا ضم عناصر غريبة عن الحزب أول مرة نلقى، وتم التداول في توزيع المسؤوليات وتبرير بعث اللجنة لتوفير الموارد المالية الكفيلة باستمرار الحزب. وفي المداولات حث سليم الرياحي باعتباره رئيس الحزب الحاضرين على ضرورة أن يكون الأمين العام وزيرا لتحوزه بملفات أصحاب رأس المال، وهو الأقدر باعتباره في دائرة الضوء وإشعاعه ووظيفة يخول له استقطاب هؤلاء.